الحالات التحكيميه والعالمي كابتن احمد الشناوي. مساء الانوار يا ابو كباتن. مساء الانوار يا كابتن. مساء الانوار يا كباتن. مساء الانوار يا كابتن الشناوي. والنهارده الحكمين محمد عادل ومحمد فاروق. بالظبط الاثنين محمدات برضه. المحمدين لو كانوا كويسين الحمد لله. يعني جميل النهارده اللي يعني اسعدني ان سمعت كابتن طه قال لك ايه؟ ايه؟ يعني بيقول لك ايه كانوا كويسين الحمد لله يعني خلاص. الافيهات دي ما تعديش يا كابتن. لا 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 دي افيهات عاليه قوي. ما ينفعش تعدي. لا ومن الشيخ طه كمان. ما انا بتكلم عشان كده. اتفضل يا كابتن. النهارده المساعدين يعني في لعبه المساعد فيها. المساعدين النهارده بينوا فعلا يعني ايه ردود الافعال الجيده اللي احنا كنا بنقول عايزين المساعدين يقفوا والحاجات دي كلها. الى جانب الحكام برضو لازالت دقه احتساب الاخطاء هو امر برضو لازال محتاج يعني نعمل يعني عليه ستريس شويه. شوف اللعبه دي كده النهارده يعني اللعبه فاول من بره والحكم ما احتسبش. شوف اللاعب النهارده والكره ما خرجتش والدفع واضح والحاجات دي كلها لازم تحتسب. شوف اللعبه اللي جايه شوف حارس المرمى هنا الصفيدي عشان بس نبقى في حاجه. بص نقف هو الحكم قبل ما يعمل كده كان صفر فاول. انا عايز اقول لما الجول بعد ما اداله الفاول يزق الكوره كده في وش اللاعب ويزقه بالشكل ده هل الكلام ده يعني يعني بنشوفه فين؟ لازم انذار يعني لما تشوفها كده لازم انذار يعني لما نرجع كده. طب اسالك سؤال للاثنين للاثنين يعني مش عايز اقول سؤال غريب شويه يا كابتن. بنالتي ولا ما انا بتكلم لا كان صفر كان صفر خلاص. لا انا بسالك سؤال لو حكم لو دي كره في اللعب ركله جزاء. طب لا كان الحكم صفر عشان ده بيمنعه من لعب الكره. خلاص لكن لو في ايده مش فاول بنالتي. بنالتي طبعا مش عايز كمان بنالتي. بنالتي يعني مش عايز. انت عارف يا كباتن لو الجول كيبر واقف في مع اللاعب المهاجم هنا والهجمه الناحيه الثانيه واللعيب بيجيب جول في الفرقه الثانيه قبل ما يجيب الجول الحارس ده ضرب اللاعب بالبنيه والحكم بيحسب الهدف المساعد بيرفع له يقول له قبل ما يجي الهدف ده ضرب ضرب البنيه يلغي الهدف وتبقى ركله جزاء وطرد الحارس. طب مش ده بيعتبر يا كابتن وهو بيجري مش بيعتبر استحواذ؟ لا استحواذ هو النهارده هو واقف قدامي في صدري اللعيب منعه يا كابتن خالد من لعب الكره. الحكم اداله الفاول عشان يلعب يحط كره لعب. هو بعد بعد الصفاره هنا خلاص بقى القرار اداري ما يقدرش يدي قرار فني. تمام. فبالتالي هنا كان لابد من انذار حارس المرمى. شوف الحاله اللي بعدها في شك ان الانذار مظبوط في تهور في الالتحام من لاعب عبد اللطيف. طبعا مش كلام انذار موجود. شوف اللاعب ومدى العنف في مش مساله انه خد الكوره وبدا لعب الكوره ما بعد الكوره انك تاخد الكوره انما كان العنف اللي بيتم بعد الكوره دي هنشوفه في حاله تانية جايه برضه. هنا بعد الكوره الحكم هنا كان قراره صحيح انه اداله انذار رغم انه نجح في لعب الكوره اولا لكن تنجح في لعب الكوره اولا بدون عنف تالي فطبعا هنا العنف مفيش شك. شوف الحاله نفس الكلام برضه هنا تهور والانذار مستحق والحكم قراره صحيح. شوف الحاله اللي بعد كده طبعا باينه جدا مش عارف كابتن دي فاول دي يا كابتن؟ فاول طبعا. شوف بقى هنا اللعبه دي يا كابتن لعبه مهمه جدا. هنا ده احنا عايزين نشوف مش حابين لها في اللايف. هل هي تسلل ولا مش تسلل؟ شوف نرجع كده مع نرجع لحظه لعب الكره في اتنين لاعبين لحظه. لا ده ايه فرقها ايه يا كابتن؟ بص الكره بص الكره بتطلع نمشي بقى كده بص بس بص اللاعب مفيش تسلل يعني الكره تشوف يعني علم على اللاعب يا كابتن انت بتتكلم عليه اهو اللاعب اهو علم عليه. هنرجع بس وهو اللاعب اهو تمام. يعني انا خلينا نتكلم لعبه صعبه جدا وما فيهاش تسلل الكره طلعت كده خلاص. انا الشيء الوحيد اللي باخده على المساعد ان هو المفترض انه يكون هنا لكن هو هنا لكن هو قراره صحيح ما نقدرش نقول ان قراره خاطئ حظه حلو. فانما لعبه صعبه جدا ويعني انا مش باينه غير من اللايف لان كان طبعا ثلاث كاميرات في الماتش ده فما فيش كاميرا جانبيه يبين الحاجه انما طبعا اللعبه واضحه جدا. انا هنا يا كابتن بقى انا عايز اقول ايه حارس المرمى هنا طبعا الكابتن عادل بيتكلم هنا لو الحارس المرمى لمس. عمل اي تلامس لمس اللعيب لمس اللاعب وقعه ولا حاجه بقت ركله جزاء وطرد. انا نفسي حراس المرمى لما يلتحموا مع انفرادات يكون عنده خبره درايه كده يعني عارف انت زي يهوش لكن ما ايه ما يخبطش
عنده حكمه، عنده الحكمه، عنده الحكمه بالظبط كده يا كابتن فاروق. فطبعا هنا الحارس كان ممكن يسبب انه يطرد ويبقى ركله جزاء. شوف الحاله اللي بعد كده، طبعا شوف الحارس داخل ازاي، يعني قمه الطاوله، وحصل تاتش الموضوع اتقلب رغم ان هو لعب الكوره، ده موضوع تاني غريب. ودي كمان نشوف الحاله اللي بعد كده. هنا اللعبه دي، هنا بقى اللاعب نرجع كده، نرجع اللاعب بينجح في انه يركل الكره ويشوطها، لكن شوف هيخش بعد كده برجليه بكل عنف صحيح وقوه فين؟ يكمل. بص بص اللعيب. بص يعني تشعر انه اتوبيس ما فيهوش فرامل. يعني انا عايز اقول انت اللي نجحت في لعب الكره، لكن ماذا بعد؟ تلعب الكره لكن خيش. خلي بالكم القصه مش في قصه لعب المقص، الموضوع في ان اللاعب لعب الكره وراح للاعب المقص. يعني بيكمل يعني بلعب، لكن هيروح فين لاعب المقص؟ ما راحوش فين يا كابتن؟ هو كابتن قصدي ايه؟ هو غصب عنه، هم يعني هو شاط الكوره واندفاعه بس لقى مصر المقص قدامه. بس خلي بالك كابتن بعد اذنك، بصوا يعني لاعب المقص ما راحلوش. انا فاهم المقص مش غلطان، وهو التاني برضه ما عندوش. لا ما خلاص ما في، انا هو لقيت الكوره اهو، هو بيلعب الكوره، هيعمل ايه بقى؟ هو هنا بص اهو بيلعب، بص اهو بيلعب الكوره شاط على الاقل مكان، بعد ما شاط يسيب رجله تحت ويروح حتى بايده. يعني هو طلع بركبتيه في صدره، بركبتيه في صدره. شوف يعني لاعب مش قادر يقف، ياخده في حضنه. يعني تحس ان هو عمر. يعني هو عايز يكمل، يعني عايز يكمل بنفس العنف ده. وخلي بالك هو اللي راح للاعب المقصه، لاعب المقصه ما راحلوش. فطبعا يعني حسب الحاله دي. بص بص اللعيب طبعا خبطه حسب الحاجه وتحاجة. حسب حاجه طبعا اتعالج بره طبعا، خبطه جامده لا حسب فاول يعني حاجه بيقول لك لا ما حسبش حاجه، ده انا عايز اقوله ما حسبش فيها حاجه. تمام لم يحتسب فاول ولا ده انذار، يعني يعني تمام. لعبه صعبه جدا. نشوف الحاله اللي بعد كده. هنا طبعا الكل بيتكلم على ركله الجزاء او لمسه اليد. نشوف بقى نقف هنا احنا بقى. انا اللعبه دي طبعا عايزين انا هوريكم اللعبه بالبطيء كده. ضربه جزاء طبعا. بصوا بصوا يا كباتن الكوره، خلينا نرجع الكرة وهي جاية. بص الكرة وهي جاية على رجله. بص ايده الكرة هتروح فين، وبعدين الكرة ترجع تاني فين. الكرة لو ما كانتش ايده كانت هتروح لمين؟ هتروح روح اللاعب. وايده ما كانتش في الوضع الطبيعي، يبقى بالتالي ركلة الجزاء موجودة. وكل يعني زي ما تقول كل المعايير والاعتبارات اللي ممكن تحطها عشان تحتسب ركله الجزاء موجود. لكن كابتن شناوي انت علمتنا. وشوف انا بقى باد كنترول. بالظبط كده، باد كنترول. ده باد كنترول زي ماتش الداخليه اما اتحسبت برضه جه يوقفها وحصل باد كنترول بنفس الكلام. ما هو هنا انا ما صلحلوش خطأه. بالظبط كده، انا كده بصلح للمدافع خطأ. بالظبط كده. فيعني انا الحكم طبعا لما نشوف اللعبه لايف من الاول هتبص تلاقي الحكم واقف نفس الكلام اللي قلناه للحكم. او بص الحكم لما ماشي الحاله بقى، لا نرجع الحاله اللايف من اولها معلش عشان برضو يعني ما نقولش الحكم ان هو بص الحاله لما ماشيها. لا انا عايز الحكم الحاله من اولها اللايف بتاعها، اللقطه اللي فوق اللايف. بص يا كباتن عشان برضو ما نقولش ان الحكم شافه وما احتسبش، ده برضو امره مهم عشان الحكام يا كابتن مدحت يتكلموا في الامر ده. عشان ايه؟ ان احنا ما بنقولش ان الحكم شاف الحكم لو شفتوه مكانه في الحته اللي ورا خالص هنا وقدامه اللعيبه دي زي ما انتم شايفين كده. تمام. ما يشوفهاش. تمام. لكن لو شافها كان يحتسب. واضح؟ نشوف الحاله اللي بعد كده، هي دي الحاله. نشوف الماتش الثاني، ماتش الزمالك وبتروجيت. وانا بعتبر ان 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 الاثنين المساعدين يعني قدموا نموذج رائع سواء في التمركز او في احتساب التسلل. لكن نشوف الحاله الاولانيه طبعا واللي هي الفاول الانذار مفيش شك الفاول موجود. وكوفي يعتبر هنا مسك يا كابتن مدحت. نعم. ما هواش فاول. ليه؟ المسك مش بالايد، ممكن امسكك بصدري امنعك من التقدم، امنعك انك توصل للكوره، كل ده مسك. صح ولا مش صح؟ إعاقة. هو الاعاقه بالظبط، امبيدنج. يعني ده يعتبر اعاقه للاعب، فبالتالي بيبقى يساوي هولدنج، فلازم كان ياخد انذار. فهنا قرار الحكم محمد فاروق صحيح في الانذار مفيش شك. الفاول وده انذار لكوفي، وده الانذار الثالث ليه مش هيلعب المباراه الجايه.
طبعا شوف هو بيمسكه ازاي بجسمه. ده قتله ده قتله. ده كوفي مش على الماتش الجاي. تمام. نشوف بقى الحاله اللي جايه دي تسلل. نشوف المساعد والتمركز بتاعه ومدى الدقه. نشوف. شوف المساعد فين. وشوف اللاعب. خلي بالكم لما نرجع بالكوره الوضع مختلف شويه. عشان برضو نبقى مديني المساعد حقه. شوف المساعد واقف ماسك اخر مدافع. لاحظ اخر تاني مدافع. فطبعا قرار يعني المساعد ممكن جدا كتير شفنا حالات كتير زيها كباتن الحكم المساعد بيرفع لان بيفتقد اللقطه 10 على 10 اللحظه اللي هي لقطه المباراه. شوف الحاله اللي بعد منها نفس الكلام. شوف المساعد ومدى شوف المتابعه واقف ازاي بيحتزم. هنا طبعا الفاول الانذار موجود مفيش شك. ارتكب ضد ايمن حفني الانذار موجود طبعا واضحه واضحه جدا. وبعدين يعني فيها تهور في الالتحام. نشوف الحاله ونفس الكلام على ابراهيم صلاح الانذار مستحق في الشك قمه التهور في الالتحام واداله الانذار. هنيجي بعد كده للحاله مهمه جدا اللي هي دي. نشوف الاعاده بتاعتها. لما نشوف الاعاده اهميتها فيها يا كباتن ان لحظه لعب الكره لو احنا رجعنا كده ورا فيها بص بقى لا انا عايز اوريكم الدقه بتاعت المساعد. بصوا راجع الكره بتطلع. بصوا 10 10 شوف المساعد واقف ازاي. يعني زي ما تحس ان هو يعني ايه سطر ميزان يعني هو هنا سطر. يعني هو المساعد عامل زي ما يكون سطر في الموضوع. شوف واقف ازاي ميزان بالظبط. ويعني هو مسابق بجزء من الجسم. حاجه بسيطه لا تذكر يعني. ولحظه لعب الكره وعايزين ندي حاجه مهمه ليه ان مسافه بعيده ما بين الراكل والمستلم. مسافه بعيده لازم يضرب عينه ويرجع تاني. فطبعا انا هنا بهني المساعد تحسين ابو السادات على ادائه في ازاي ان يعمل ربط ما بين لحظه لعب الكره ومكان اللاعب المتسلل. نشوف الحاله اللي بعد كده. طبعا هنا بيطالبوا اللاعب بركله الجزاء لكن مكان الحكم قريب جدا وما فيهاش اي حاجه. هنا يعني انا عايز اقول لعمر جابر انت لعيب كبير ويعني بيطالب بركله الجزاء ويعني انا عايز اقول ايه اللاعب الكبير ما عملش استثاره. نشوف اللعبه. شوف اللعبه لما نرجع كده بتاعت عمر جابر. عمر جابر دي لسه في واحده محسوبه البتروجيت على الاتحاد الماتش اللي فات. يعني مش عايزين احنا زيها بالظبط. مش عايزين زي ما بيقولوا ان شوف الكوره لما تيجي ما جاتش في ايده. ما جاتش في ايده خالص. بصوا وعمر شايف ان ما جاتش. وعمر شايف ده اللي انا عايز اقوله ان انت يا عمر شايف ان ما جاتش في الايد. يعني انا لان انت ممكن جدا صحيح. تبقى لو في جمهور هيبقى ردود الافعال الجماهير صعبه. ممكن الجهاز الفني برضه يعترض. الامور دي كلها. فانا يعني اللعيبه برضه عايزينها يعني يبقى عندها مسؤوليه في صحيح. يعني في ردود افعالها تجاه صحيح. الحكم او في المباراه والامانه كمان طبعا مطلوب. طبعا يعني ده الفير بلاي. هنا بقى اللعبه دي الناس كلها اعتقدت ان 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 كوفي الفاول لصالحه. لا هو الفاول مش لصالح كوفي لان احنا لو رجعنا باللعبه هنشوف الاعاده بتاعتها. كوفي هو اللي جاي من ورا وهو اللي ناطط. بص هو اللي جاي من ورا وهو صحيح. اللي ناطط على اللاعب بالشكل ده واللاعب ما عملش اي حاجه. اللاعب مش شايفه بيرجع بظهره عشان خاطر كلمه الانطره او الكوبري يا كابتن خالد سالتني فيها أو انا شايف اللاعب وانا اللي رايح عليه صح. امنعه من يلعب. فهنا طبعا مفيش شك ان ده يعني تهور في الالتحام من كوفي. ومثل هذه الالعاب كان لابد ان كوفي ياخد انذار. يعني هترد عايز انذار. نشوف الحاله اللي يعني اخر حاله برضه الفاول. انما في حالتين انا عايز اوريكم حاجه مهمه. طبعا هنا الانذار مفيش شك لحماده طلبه مستحق. في حالتين احنا رصدناهم النهارده يا كابتن مدحت من خلال الشاشه. طبعا هنا يعني باسم مرسي السلوك اللي عمله ده يعني مش طبيعي. يعني غير طبيعي. يمكن الدكتور طه اتكلم برضه وانت سالت فيه. انا يعني هو لازم على فكره كان ممكن ياخد انذار تاني او انذار او يطرد. يعني مفيش حد بيعمل الكلام ده. هو لعيب كبير. محمد فاروق تصرف بمنتهى الهدوء والحكمه. يعني ردود افعال يعني هو متصل. خد بالك يا كابتن نفس القصه دي بس مع تهور اكتر. حسام غالي محمد فاروق طرده في ماتش حرس الحدود السنه اللي فاتت بالظبط.
نشوف بقى اهم حاجه يا كابتن، ان محمد فاروق ادى كباتن خمس زاوية تضيع وفي الدقيقه 53 ثانيه انهى المباراه. عشان كده انا جبت الحاله اللي جايه دي شوفوها بدايه الشوط الثاني والساعه الرقميه طلعت. لا بس راحت فين الحاله كابتن؟ حد قال لنا الساعه الرقميه اخر حاجه يا كابتن. لا انا كل انا جبت الساعه الرقميه. قول لنا الساعه الرقميه بدات بالظبط مع صفاره الحكم بعديها بسنتين، ولما صفر اذا ما فيش خلاف. انا عايز اقول ان الكابتن محمد فاروق يعني ممكن ساعه تبقى في الحاله دي. يعني هو لان مش معقول هيدي خمس دقايق، يعني اقصى حاجه ممكن 20 ثانيه 10 ثواني يبقى الفروقات. اكيد في حاجه في ساعه الكابتن محمد فاروق في ساعته نفسها. اكيد يعني حاجه حصلنا بجمال وتروق. سلام يا حنين، مليت له مليت مواعيدك ولا ده حنين قوي يا كابتن. جيت متاخر والساعه في ايدك شو بتعمل؟ قال لها لازم بتاخر. هو يبدو ان ساعته فعلا ما اخر. العالمي الكابتن احمد شناوي بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا. جزيلا ابو حميد، كابتن طه، كابتن خالد، كابتن فاروق.